بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السبعون بعد المئة الثانية من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء، وهي القبلة واللمس والنظر إلى الفرج بأمتيه حال كونهما لا يجتمعان نكاحا، حرم عليه وطؤهما بدواعيه حتى يحرم إحداهما. ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء، وهي القبلة واللمس والنظر إلى الفرج بأمتيه حال كونهما لا يجتمعان نكاحا، حالة كونهما لا يجتمعان نكاحا، إينا. يعني كأن تكونا أختين أو أختان خالة وبنت أختها، عمة وبنت أخيها، إلى غير ذلك، لا يجتمعان نكاحا. وهذا كما قال الفقهاء هو في الحقيقة على ثلاثة، على أوجه ثلاثة، يعني إما أن يفعل مع الأمتين في آن واحد إحدى دواعي الوطأ، يعني أن يقبل الأمتين معا، فالحكم يكون كما ذكر الشيخ، نعم، لا يجوز له أبدا أن يكرر هذا الأمر مع واحدة منهما، مع واحدة من هاتين الأمتين، حتى يحرم على نفسه الأخرى، نعم، أو أن يكون قد فعل ذلك مع واحدة منهما، مع إحداهما، يعني مع عنده زينب وهند، فعل هذا مع هند فقط، ولم يفعل ذلك مع زينب، ما الحكم؟ له أن يديم الفعل هذا مع زينب أو مع هند، مع التي فعلها، نعم. أما الثانية التي لم يقربها لا يجوز له أن يقربها أبدا، يبقيها عنده، لا يحرمها على نفسه، يبقيها عنده ولا يقربها، لا، ما في إشكال، يعني عنده زينب وعنده هند، عنده زينب اشتراها وطئها مثلا، ثم اشترى أختها بعد ذلك، يجوز له أن يشتريها ويجوز له أن يبقيها عنده، ولكن يحرم عليه أن يقربها أو أن يفعل معها شيئا من دواعي الوطأ. فإن قبل الثانية التي اشتراها، نعم، الآن حرمتا عليه، لا يجوز له أن يقرب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى عليه بطريقة من طرق التحريم، كالبيع والهبة والتزويج وغير ذلك. أما لو أنه اشترى الآن أمتين بآن واحد ودخلا في ملكه، يجوز كذلك. فالآن هو يتخير، ينظر بأيهما يعني يتسرى، يجوز له أن يتخير. فإذا تخير واحدة حرمت عليه الثانية، ولكن يبقيها عنده، لا إشكال في إبقائها عنده، ولكن إن بعد ذلك فعل معها شيئا من دواعي الوطئ حرمت عليه الثنتان حتى يحرم إحداهما على نفسه بطريقة من طرق التحريم، كما سيقول الشيخ. إذا قال: لا يجتمعان نكاحا، حرم عليه وطؤهما
لذلك قال الشيخ: فعل بشهوة إحدى دواعي الوطئ بأمتيه معا، بأمتيه، ولم يقل بإحداهما. حرم عليه وطؤهما بدواعيه. طبعا الآن لو أنه حرمتا عليه وطئا، يعني لو أنه كما قلنا قبل الثنتين، قبل الثنتين، وطئ الثنتين، الآن حرمتا عليه وطئا والوطء ودواعيه، أما لو بقيتا على ملكه هكذا عنده في البيت يخدمانه إلى غير ذلك ما في مشكلة، ولكن يحرم عليه أن يمس واحدة منهما بشهوة. قال: حرم عليه وطؤهما بدواعيه حتى يحرم إحداهما بتمليك كلها، كأن يبيعها أو يهبها أو إلى غير ذلك، أو بعضها، أن يبيع بعضها، أو بإنكاحها نكاحا صحيحا، أو إعتاقها كلها أو بعضها، لأن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطئا، الجمع بينهما وطئا لا يجوز، لإطلاق قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، لم يفصل بين الأختين الحرتين أو المملوكتين، قال بين الأختين مطلقا، لأن المراد به الجمع بينهما وطئا وعقدا بالنكاح، يعني لأنه معطوف على المحرمات وطئا وعقدا، ولا يعارض هذا قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، لأن الترجيح للمحرم، يعني إذا كان في عندنا نصان، نص يبيح ونص يحرم، الترجيح دائما للمحرم، وهذا ذكرناه سابقا بأن عناية الشارع في بالمنهيات أكثر وأعظم من رعايته في المأمورات، رعايته في المنهيات أكثر من رعايته أو اهتمامه بالمنهيات أكثر من اهتمامه بالمأمورات، لأنه أحيانا منهي واحد، يعني منهي واحد يطيح أو يقوم بإلغاء عدد لا حصر له من المأمورات، كما ورد في أكثر من حديث أن الزنا يذهب بجميع ما تقدم من الأعمال، أن الزنا والعياذ بالله يذهب بجميع ما تقدم من الأعمال، ورد في ذلك أحاديث، فلذلك كانت نهاية، كان الأمر عناية الشارع بالمنهيات أعظم من عنايته بفعل المأمورات، فإذا تعارض المبيح والمحرم فالمقدم المبيح. قال: لأن الترجيح للمحرم، ولأنه استثناء من المحصنات من النساء، والمراد بها المسبيات، والمراد بها المسبيات. قال: وكذا لا يجوز الجمع بينهما، بين الأمتين في الدواعي فقط، يعني دون الوطاء، لأن النص مطلق فيتناولها، يتناول كذلك الوطأ، أو لأن الدواعي إلى الوطء ما فهمت السؤال، الصوت متقطع. قال: لأن الترجيح، ولأنه استثناء من المحصنات من النساء، والمراد بها المسبيات. نعم، المراد بها يعني بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، المسبيات. قال: وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي، لأن النص مطلق فيتناولهما، أو لأن الداعي إلى الوطء بمنزلته، بمنزلة الوطأ في التحريم، ويستحب لمن أراد بيع أمته الموطوءة أن يستبرئها، أن يتأكد بأن رحمها خال من الحمل، لاحتمال أن يكون، شوف، قال: لمن أراد بيع أمته الموطوءة، يعني التي وطئها هو، لاحتمال أن يكون عرقت منه،
ولا يستبرئها المشتري، ولا يعني لا يجب على المشتري، قال ولا يستبرئ المشتري فيثبت النسب، يعني قد ليس لا يجب عفوا في احتمال، انتبه ماذا قال، يستحب لمن أراد أن يبيع أمة، يستحب لمن أراد أن يبيع أمة أن لا يبيعها إلا بعد أن يمر عليها حيضة. ليه؟ لاحتمال أن المشتري لا يستبرئها، يقوم بوطئها مباشرة، فيشتبه النسب، فيشتبه النسب يعني فتحمل، فتظهر بعد الشراء بشهر أو شهرين أنها حامل، أنها حامل، فيخاف، فيحصل عنده إيش عندها، هل هذا الحمل ممن سبق أم هذا الحمل من المشتري الثاني. قال لاحتمال أن يكون عرقت منه ولا يستبرئها المشتري فيثبت النسب، وأوجبه مالك صونا لمائه، أوجب مالك على البائع الذي وطئ، الذي وطئ أمته، أوجب عليه أن يستبرئها. قال وكره للرجل تقبيل الرجل في فمه أو شيء منه وعناقه في إزار واحد ولو بلا شهوة، ولو بلا شهوة عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا بأس بذلك عند عدم الشهوة، لما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح لا غبار عليه، من حديث ابن عمر قال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة، فلما قدم منها اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه، قال انتهى الكلام، فصار كالمصافحة، فصار العناق وتقبيله كالمصافحة، فصار كالمصافحة إلى وتقبيل يد العالم العامل والسلطان العادل للتبرك. نعم، يعني هنا وكره تقبيل الرجل وعناقه في إزار، والكراهة هنا تحريمية، الكراهة هنا تحريمية. نعم، وهي كما مر معنا طبعا سابقا هي أقرب إلى الحرام، يعني الكراهة تحريمية. ولماذا لم تكن حراما؟ لماذا لم تكن حراما؟ يعني الأصل الإنسان لأبوه هل يقول ينبغي أن تكون حرام، هذه لم تكن حرام، لأن الحرام عند سيد أبي حنيفة لا يثبت إلا بدليل قطعي، إلا بدليل قطعي، دليل قطعي إما القرآن أو الحديث المتواتر، فلذلك قال كره تحريما، يكره تحريما هذا الفعل، يعني ولا يظنن أن الكراهة التحريمية لا شيء فيها، تكلمنا سابقا بما يكفي حول هذا الأمر، فمرتكب الكراهة التحريمية يعاقب، يعاقب في النار معاقبة أقل وأخف من معاقبة مرتكب الحرام، ولا يمرؤ هكذا إلا إن تاب الله عليه، إلا إن ندم واستغفر، يعني الفعل المكروه تحريما يحتاج إلى ندم، يحتاج إلى استغفار، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذا مكروه تحريما فأنا أفعله إذا، لا، حتى المكروه تنزيها لا ينبغي لك أن تتجرأ وأن تعمله، أنه مكروه، لما نقول مكروه إحنا أحبابنا إيش يعني مكروه؟ يعني الشارع يكرهه، الشارع يكرهه، الشارع يعني المشرع الله جل وعلا، النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكره ذلك، إيه نعم، هذا يعني هو يكرهه، يعني لا يحبه، وكذلك أنت ينبغي عليك أن تكرهه، ينبغي عليك أن تكرهه كذلك، فلا ينبغي على المكلف أن أقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه ربما تساهل بهذا الأمر بعض الناس من تقبيل رجل مثلا يقبله من خده، لا سيما إذا كان أمرد يحرم ذلك تقبيل الأمرد. قال أنا ممكن سؤال؟ نعم فضل. قال تقبيل رجل في فمه، أنا رأيت بعض الأب
يقبل صبيه من فمه، هذا ايضا لا انتبه مولانا، الاب عندما يقبل ولده الصغير من فمه لا مانع من ذلك. الاب عندما يقبل طفله الصغير او بنته الصغيره من فمها لا ما هذا من دوافع الحب، لا اشكال في هذا ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. مولانا تفضل. يعني وتقبيل يد العالم العامل، سيتكلم الآن، سنتكلم. اسأل، ما هو سؤالك؟ هات سؤالك. سؤالي مولانا، هذا جائز للتبرك أم كره للتبرك؟ لا انتبه مولانا، ماذا قال لك؟ فصار كالمصافحة وتقبيل يد، تقبيل يد العالم العامل لا كراهة في ذلك. تقبيل يد العالم العامل وتقبيل يد السلطان العادل للتبرك به لا إشكال في ذلك، جائز، هذا مباح، هذا مباح أن تقبل. بس ولكن هنا لابد أن نلاحظ أمرا مولانا، هنا لابد أن نلاحظ أمرا، ألا يعني عندنا الآن مسألة، والصواب دائما الإنسان أن يقف عند الأمور، أن يعطي الأمور حقها. هلا لا إفراط ولا تفريط، بمعنى بالنسبة لتقبيل يد العلماء أنا لا أرى به بأسا، ولكن البأس ما هو؟ أن يصبح هذا الأمر عادة، بمعنى أنني كلما ألتقي بالشيخ أقبل يده. لماذا؟ العادة الجارية التي كانت جارية بين النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليه هي المصافحة، كانوا كلما التقوا به صافحوه، ولم يكن كلما التقوا به قبلوا يده. نعم هناك أحاديث كثيرة وفي بعضها مقال أنه كانوا، أن بعض الصحابة قبل يده والبعض الآخر قبل رجله، ولكن هذا الأمر لم يكن ديدنهم، لم يكن عادتهم، هذا كان في بعض الأحوال تعتري الصحابة الكرام، فتعتريهم حالة ما فيقبلون قدمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقبلون يده الشريفة أيضا، لا مانع من هذا. نعم، أما أنه كلما رأينا الشيخ نقبل يده، ويكون هذا التقبيل ربما أحيانا يكون فيه شيء من الركوع والعياذ بالله، أو قريب من الركوع، وربما يكون في قريب من السجود حتى، إذا كان يعني الأمر هذا صار في عندي من إفراط فيه، إيه نعم هذا الأمر، فأنت لا مانع أن تقبل يد شيخك. لذلك أنا سمعت منك ولما من زمن بعيد، حتى هذا مسطور في كتب أهل الله المتصوفة، يقولون من مد يده للتقبيل فالقطع أولى بها، من مد يده للتقبيل هكذا تأتي لتصافحه فيفعل لك هكذا، إيه نعم، فالقطع أولى بها، إيه نعم، فلا ينبغي أن يكون هذا، إيه نعم، هذا الأصل. هذا أما أنا أقبل يد شيخي لا مانع من ذلك، ولكن أنا إذا صافحت شيخي هل شيخي يغضب لأنني لم أقبل يده؟ هنا تكمن المشكلة، هنا تكمن المشكلة. فالأصل أنت مولانا لا تعود طلابك وتلامذتك على تقبيل يدك، تعودهم على المصافحة، على أن يصافحوا مصافحة، إيه نعم، فإن قبل أحدهم يدك مرة يعني لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. أما أن تعودهم أن يقبلوا يدك كلما رأوك فهذا يعني لا ينبغي أن يكون، هذا خلاف المشروع ولا ينبغي أن يكون أبدا. أنا هذا بالنسبة للعبد الفقير أرى به بأسا كبيرا، يعني أرى به بأسا كبيرا، إيه نعم. فضل من الله يبارك. هنا هذه الجملة وتقبيل يد العالم والعامي وسبحان العادل بالتبرك، يعني أين الخبر؟ الخبر تقبيل الخبر ما فهمت هذه الجملة وتقبيل يد العالم
انتبه يا شيخ، انتبه انتبه انتبه. خبر لا، ما في خبر، ما في خبر. لماذا خبر؟ لماذا الخبر؟ انتبه انتبه انت، ارجع إلى العبارة من أولها، ارجع إلى العبارة من أولها. يعني أنت كن معنا يا شيخ من أول العبارة لآخرها. قال: وعند أبي يوسف لا بأس بذلك عند عدم الشهوة. ثم ذكر الدليل، قال: فصار كالمصافحة. يعني أبو يوسف يقول عند عدم الشهوة صار تقبيض الرجل وعناقه في إزار، وعناقه في إزار واحد، صار كالمصافحة. ليه؟ لأنه لا شهوة منه. فصار كال، يعني الآن يقيس أبو يوسف المختلف فيه على المتفق عليه. المتفق عليه بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أن المصافحة مباحة سنة، وتقبيل يد العالم كذلك مباحة، وتقبيل يد السلطان العادل مباحة. فقاس تقبيل الوجه، تقبيل الوجه الذي عند عدم الشهوة قاسه على المصافحة، لأن المصافحة الآن لو هي أصل فيها مباحة، لو صافحت أنت إنسانا بشهوة لا يجوز. فهمت؟ وأعيد فأؤكد على مسألة أحبابنا، وهي مسألة تقبيل اليد. مسألة أنا أرى وأقول لك هذا رأيي الخاص بي أنا، لا ألزم به الآخرين، ولكن أرى أن الاعتياد على تقبيل اليد بالنسبة للشيوخ، يعني أنا أراه هذا فيه إذلال للطالب صراحة، فيه إذلال للطالب أو إذلال للمريد. نعم، فيه إذلال هو طبعا الطالب ينبغي أن يذل نفسه لشيخه، هو يذل نفسه وليس الشيخ هو الذي يذله. فكما قلت، الأصل أن تكون العادي بينك وبين طلابك المصافحة، فإن أحب أن يقبل يدك مرة لا مانع من هذا، والله أعلم. قال: أما المصافحة فلقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في معجمه الأوسط. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود والترمذي. وأما قول صاحب الهداية عنه صلى الله عليه وسلم: من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه، فقوله حرك يده غير معروف. وأما التقبيل فلقول ابن عمر: كنا في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. إذن هنا في حال من الأحوال كانوا في سرية فاشتاقوا للنبي صلى الله عليه وسلم، خشوا أن تحصل مع، خشي الصحابة أن يفارقوا النبي عليه الصلاة والسلام، والحرب قد يعني قد يصبح قتال، فقبلوا يد النبي لا مانع من هذا. رواه أبو داود والترمذي. ولقول صفوان ابن عسال: إن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما ما قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قبل التحريم فغير ظاهر، بل ينبغي أن يخص جواز المعانقة بالقادم من السفر، والله تعالى أعلم. وهذا ما فعله جمهور العلماء، قالوا: معانقة الرجل للرجل مكروهة تحريما، مكروهة تحريما إلا للقادم، إلا للقادم من السفر. أما المعانقة بأن يضم كل منهما الآخر إلى صدره هكذا ويضع يديه من خلف ظهره، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون فيه كراهة. وروى الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المكاعمة وعن المكامعة.
وفي الجامع الصغير ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة. وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وأما إذا كان عليهما القميص قميص أو جبة فلا بأس بالإجماع، وهو الذي اختاره الشيخ أبو منصور الماتوريدي. ولكن كما قال الشيخ قبل قليل، هذا ينبغي أن يكون عن جواز المعانقة ينبغي أن يقيد بالقادم من السفر. ثم لا معنى مكامعة والمكامعة سيأتي الآن، سيأتي معنا، سيأتي سيذكر الشيخ أنا لذلك لم أشرحه، سيذكره الشيخ الآن. ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبرك، وكذا تقبيل يد الأبوين، بل تقبيل يد الأبوين كذلك في اعتقاد أنه من البر، تقبيل يد الأب ويد الأم، بل رجليهما أو أرجلهما، هذا من البر، هذا من البر. وكذا تقبيل يد الأبوين والشيخ والرجل الصالح، وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فمكروه. بصافح هكذا ثم يفعل هكذا، كل منهما يقبل يد نفسه، هذا عندنا مكروه. وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحرام، وهذا يفعله بعض المتصوفة الجهال. نعم، وهذا ينكر عليهم، يقبلون الأرض بين أيدي شيوخهم، وهذا لا ينبغي أن يفعل، هذا لا يجوز، يحرم فعله. نعم، هذا يفعله الجهلة من الصوفية، ولا يجوز أن نقول الصوفية يفعلون ذلك، لأن الصوفية براء من هذا، ما ذكروا هذا، ما قالوا من الأدب أن تقبل الأرض بين يدي شيخك، ما نقرأ هذا في كتاب من كتب المتصوفة. نعم، ولكن في كل فن من الفنون يوجد منحرفون، يعني ما عندنا علماء انحرفوا بالفتوى، يعني مثلا إذا وجدنا علماء شافعية مثلا انحرفوا بالفتوى، نقول كل الشافعية منحرفون؟ لا، هنا علماء أحناف مثلا انحرفوا، كل الأحناف لا نقول هذا الكلام. نعم، فهذا يعني انحراف عن الجادة. قال والفاعل الراضي به آثم، الراضي به آثم طبعا، لأنه يشبه عبادة الأوثان. وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود، لا يكفر بالسجود بين يدي الشيخ أو السلطان أو العالم، لأنه يريد به التحية، ففهم منه أنه لو سجد للتعظيم كفر أو كفر والعياذ بالله، كما صرح به السرخسي. ولهما ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما من حديث عامر الحجري، يعني حتى في هناك بعض الصور أحيانا ترد أن بعض الشيوخ يكون قاعدا في الأرض مثلا وينكب المريدون، يقبلون طرف ثوبه ويقبلون ركبته ويقبلون رجله إلى غير ذلك، يعني هذا من الإسفاف والإفراط. دائما العلماء يقبلون من رؤوسهم، هكذا اتفق الفقهاء، العالم تقبله من رأسه مع المصافحة. وأنا التقيت بشيوخ لو أنك سلمت عليه ولم تقبل يده تغير قلبه عليك وانتقصك، وربما زجرك في مجلسه إذا أنت لم تقبل يده، يعتبر هو عدم تقبيل اليد إهانة له، وهذا
يعني خلف من الفعل، يعني لا ينبغي أن يكون أبدا، لا ينبغي أن يكون، يعني من قبل يدي فهو صالح ومن لم يقبلها فهو طالح، هذا ما ينبغي. سبحان الله، صار الناس يتمسكون بالقشور وتركوا اللب. طيب، ولهما ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما من حديث عامر الحجري قال: سمعت أبا ركانة، وفي نسخة صحيحة أبا ريحانة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سمعون بالمهملة أو المعجمة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن مكامعة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء، وعن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والمكاعمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه، أن يقبل فما صاحبه، والمكامعة أن يجامع، أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد. يعني هذا يفعله الإنسان يعني لإظهار شدة المحبة للطرف الآخر، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وهذه عادة بعض النساء عندنا في الشام، عندما تتقابل إحداهن مع الأخرى تقبل، يعني تقبل النساء إحداهما الأخرى من الفم، نعم، تقبيل هكذا ظاهري، وبعض النساء تضع خدها على خد الأخرى، يعني وهذا فيه ما فيه من نقل الأمراض أيضا، يعني لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. وفي سنن الترمذي عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه، يعني يعانقه هكذا، إنعام، ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. ويمكن الجمع بأن نهي التقبيل محمول على تقبيل الفم، ونهي العناق على غير القادم أو على ما كان بإزار واحد، وهذا حمل تقريبا متفق عليه. أما الانحناء للسلطان أو غيره فمكروه، يعني أنت عندما ترى إنسان هكذا وتفعل لهم هكذا، هذا الانحناء مكروه، هذا الانحناء مكروه. ويحرم تقبيل الأرض بين يدي العالم، بين يدي العالم والشيخ. نعم سيدي. فيأخذه بيده، أنا ماذا قلت؟ بيديه، لا أقصد فيأخذه، فيأخذه بيده ويصافحه، أليس بالهاء زيادة؟ فيأخذ بيديه الأصل. قال: فيأخذ بيده ويصافحه، والله حذف الهاء أظن أفضل تماما، فيأخذه بيده، بس يعني هو أنا نص الحديث ما لا أدري، يحتاج إلى مراجعته، ولكن إثباتها لا خلل، إثباتها لا يخل بالمعنى، ولكن نص الحديث مبلغ في الترمذي يأخذ بيده بدون الهاء، بدون الهاء، نعم بدون الهاء. الله يجزيكم الخير، جزاكم الله. فيأخذ بيده، قال: وأما الانحناء للسلطان أو غيره فمكروه، ويحرم تقبيل الأرض بين يدي العالم والشيخ أو السلطان للتحية. وأما السجود فحرام، واختلف في كونه كفرا، وذكر قبل قليل، ذكر قبل قليل أنه إن كان للتعظيم فيفهم منه أنه كفر، وإن كان للتحية فهو حرام، فهو حرام. وكره بيع العذرة خالصة، وصح بيعها مخلوطة.
بمنزلة زيت خالطه نجاسة وكره بيع العذرة. العذرة هنا طبعا معروفة هي الغائط، غائط بني آدم، كره بيعها هنا، وكره بيع العذرة خالصة هنا. طبعا هنا لما قال كره بيعها خالصة، الكراهة لا تقتضي البطلان، لا تقتضي البطلان هنا، لا تقتضي أن هذا العقد باطل، ولكن ماذا قال؟ وكره بيع العذرة خالصة وصح بيعها مخلوطة هنا. نرجع للمسألة، قال وكره بيع العذرة خالصة. قوله وكره عندما نقول هذا الفعل مكروه لا يقتضي أنه باطل، لا يقتضي أن هذا الفعل باطل. عندما نقول كره فالكراهة لا تقتضي البطلان هنا، ولكن نفهم من قوله لما قال الشيخ وكره بيع العذرة خالصة وصح بيعها مخلوطة، فلما قال وصح بيعها مخلوطة، لما نقول كره بيع العذرة خالصة يعني لا، البيع ليس باطل، ليس باطلا ولكن مكروه، ولكن لما قال بعد ذلك وصح، فلما فيفهم من قوله وصح، يؤخذ من قوله وصح أن بيع الخالصة باطل، أن بيع الخالصة باطل، فصار في العبارة إيهام، صار في العبارة إيهام نعم. ولكن صرح الشيخ القهستاني في شرحه على المتن نفسه، صرح بأن البيع باطل، صرح بأن البيع باطل نعم. وذكر غيره من العلماء أن بيع العذرة خالصة باطل، أن بيع العذرة خالصة باطل. فهمنا الآن أحبابنا، إذا هناك شبه يعني تعارض في الكلام، أنه يفهم المفهوم من قوله كره غير المفهوم من قوله وصح. لما قال وكره بيع العذرة يعني البيع صحيح، البيع صحيح ولكن فيه كراهة، ولكن لما قال وصح مخلوطة فهمنا لما قال صح مخلوطة يعني بيعها خالصة باطل، وصرح بالبطلان كثيرون، صرح بالبطلان كثيرون منهم القهستاني رحمه الله تعالى. إذن وكره بيع العذرة خالصة وصح بيعها مخلوطة إيه نعم، لأن العادة أحبابنا لم تجري، العادة لم تجري بالانتفاع بالعذرة خالصة، وإنما ينتفع بها إذا كانت مخلوطة بالتراب، فإذا كانت مخلوطة وكان ينتفع بها إيه نعم جاز وصح بيعها. قال بمنزلة زيت خالطه نجاسة، الزيت طاهر وقعت فيه فأرة فماتت فتنجس، وقع فيه بول وقع فيه دم إيه نعم، فيجوز أن يباع هذا الزيت، يجوز أن يباع هذا الزيت لأنه يستفاد به بنوع استفادة، كأن يحول إلى صابون، يحول إلى صابون، فيجوز ذلك. فضل يعني قول الخهستاني طبعا القول 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 إيه نعم بعدم الصحة، بيع العذرة الخالصة بعدم الصحة إيه نعم بعدم الصحة. قال وجاز الانتفاع بهذه أي بالمخلوطة، لأن العادة لم تجري بالانتفاع بخالص العذرة أو بالعذرة الخالصة، إيش؟ بخالص العذرة وجرت بالمخلوطة. وفي شرح الكنز أراد به تبيين الحقائق، والصحيح عن أبي حنيفة أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز، وصح بيع السرقين، وصح بيع السرقين لأنه ينتفع به ويدخر لوقت الحاجة،
فإنه يلقى في الأرض لاستكثار الزرع. طبعا السرقين معروف وروث الدواب، اي نعم، ويستعمل كالسماد بالنسبة للأراضي، وهذا موجود عندنا في الشام بكثرة. اي نعم، روث البقاء، اي نعم، يجمع وربما يباع، يبيعونه، يسافي عنده مثلا أبقار وما عنده أرض للزراعة، يبيعه لمن عنده أرض زراعية فيفرش على وجه الأرض لفترة طويلة أو ليست بطويلة كثير، ويخلط بترابها، ويخلط بترابها فيستفيد وتستفيد الأرض منه، فهو كالسمال أن يغذي الأرض. قال: وجاز خصاء البهائم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين، ولأن لحمها يطيب به، لحم البهائم المأكولة يطيب بالخصاء، لا الآدمي، أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام. وجاز إنزاء الحمير على الخيل، وجاز إنزاء، نأتي بحمار ذكر لينزو على أنثى الخيل فيخرج لدينا البغل، والبغل، البغل أقوى تحملا، أشد تحملا من يعني أقوى من الحصان وأكثر تحملا من الحمار البغل، ولكن الخيل أنشط وأسرع وأرشق وأجمل وأخف وأكثر إقداما. قال: وجاز إنزاء الحمير عن الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة وهي من إنزاء الحمير على الخيل، ولو كان هذا الفعل حراما لما ركبها، لما في ركوبها من فتح بابه، من فتح باب الإنزاء. كذا ذكره، وفيه بحث، إذ لا يلزم من ركوبها جواز الإنزاء، لا يلزم من ركوبها جواز الإنزاء. فقد روى أبو داود والنسائي عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقلت: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك، يعني الإنزاء، حمل الحمير على الخيل، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون، يعني أحكام الشريعة، لا يعلمون أحكام الشريعة. إذن لذلك قال بعض العلماء، لعل الإنزاء غير جائز، والركوب والتزين بهذا البغل أن يركبه ويتبختر به هذا جائز. وقاس هذه المسألة على أمر، وهو أن الصور والرسم، رسم الصور والصور حرام، يعني أنا أن آتي وأرسم صورة سمكة أو صورة فرس هذا لا يجوز، ولكن لو أني رسمتها، انتبهوا علينا أحبابنا، رسمت هذه الصورة على بساط، على بساط، رسمي لها حرام، واستعمال غيري لهذا البساط جائز. أخذ البساط التي رسمت عليه هذه الصور وأجعلها، أنت أخذها أجعلها في الأرض بساطا، أو أجعلها غطاء. قال: المرسوم على الأرض هذا استعماله جائز، ولكن الفعل، الرسم، هذا لا يجوز. كذلك موضوع الإنزاء، إنزاء الحمير على البغال هو لا يجوز، ولكن استعماله جائز، يعني وهكذا يجمع بين الأدلة، هكذا قال بعض العلماء.
ولكن الصحيح أنه جائز، أن الإنزاء جائز. قال: ولعل علماءنا حملوا هذا الحديث على كراهة التنزيه وجوزوه. وجاز سفر الأمة وأم الولد بلا محرم، جاز سفر الأمة وأم الولد بلا محرم، لأن الأجانب مع الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم، فكما يجوز للحرة أن تسافر مع المحرم، فكذا يجوز للأمة أن تسافر مع الأجنبي، وأم الولد أمة لقيام الملك فيها وإن امتنع بيعها، وكذا المكاتبة لأنها مملوكة رقبة. وقد تقدم اختلاف المشايخ في اختيارهم، وفي النهاية معزيا إلى شيخ الإسلام، هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح، وأما في زماننا فلا، لغلبة أهل الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وصح بيع العصير من متخذه خمرا، صح بيع العصير، العصير يعني معصور العنب، نعم، وهذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، أما عند الصاحبين فلا يجوز، فلا يجوز، نعم، صح بيع العصير ممن يتخذ هذا العصير يجعله يحوله إلى خمر، فسيد أبو حنيفة قال يجوز أن تبيعه العصير، أما الصاحبان فقالا لا يجوز. أما بيع العنب، بيع العنب قبل العصير ممن يتخذه، ممن سيقوم بعصره ويجعله خمرا، فهو صحيح بالاتفاق، صحيح بالاتفاق، نعم. وإن كان يعني بعض فقهائنا قال بأنه على الخلاف، على الخلاف، يعني بعض فقهائنا قال، ونص على ذلك في يعني في المحيط، أن هذه المسألة متفق عليها، بمعنى أن بيع العنب، بيع العنب ممن يقوم بعصره ليجعله بعد ذلك خمران، هذا متفق على جوازه عندنا، نعم، نص على ذلك في المحيط، ولكن ذكر غيره أن هذه المسألة أيضا على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، ذكر هذا الكلام الشيخ القهستاني في كتابه في شرح المتن. قال: وصح بيع العصير. طبعا هم سيذكره الآن الشيخ، سيذكره الآن الشيخ، أن السبب، أن علة التحريم عند الصاحبين أن فيه تعاون، أنه سبب للإثم، سبب للإثم، فلا يجوز. جميل، جزاكم الله، الله يبارك فيكم. قال: وصح بيع العصير من متخذه خمرا لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. قال: ولأن المعصية، الأحباب عندما نلاحظ تعليلات سيدي أبي حنيفة رحمه الله، والله يعني تأبى العقول إلا وأن، إن صح هذا التعبير، يعني إلا وأن تسجد، نعم، يعني سيدي أبو حنيفة وكأن عقله وفكره يعني يأبى إلا وأن يدخل إلى داخل النصوص، هو لا يقف عند الظواهر، لا يقف عند الظواهر، يعني تعليل سيدي أبي حنيفة تعليل في غاية الروعة، انظر دقة كلامه، قال: ولأن المعصية لا تقام بعينه، بعين العصير، نعم، بعينه باقيا على حاله، نعم، بل بعد تغيره، المعصية تكون بعد تغير العنب وصيرورته أمرا آخر ممتازا عن العصير بالاسم والخاصة. قال: بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة، فهذا متفق على منعه. ليه؟
قال فإن المعصية تقام بعينه، بعين السلاح، يقتل بعين السيف، أما لا يسكر بعين العنب، عصير العنب، إنما يسكر بالعصير، يسكر بالعصير. نعم. والقرآن يقول وأحل الله البيع، فهذا مبيع، فأنا أبيع الآن شيئا، عصير العنب، شيئا يباح استعماله. أما الفعل الثاني ذاك هو الآثم، أنا لا علاقة لي به، أنا لا علاقة لي به. نعم. لأنه يستطيع هو أن يذهب ويشتري العنب ويعصره ثم يحوله إلى خمر، يعني لا أكون أنا معينا له على هذه المعصية، لا أكون معينا له أنا على هذه المعصية، لأنه يستطيع أن يشتري العنب فيعصره هو. فأنا بعته شيئا مباحا، بعته شيئا يباح الانتفاع. طبعا الآن يعني الآن أذكر يعني تعليل قول سيد أبي حنيفة، ولكن أنا إن سئلت بعد ذلك لا أفتي بجواب، أفتي بقول الصاحبين. بس ولكن تعليل سيد أبي حنيفة للمسألة يعني تعليل في غاية الدقة، في غاية الدقة، أنا هذا ما أردت الإشارة إليه. قال ولأن المعصية لا تقام بعينه باقيا على حاله بل بعد تغيره وصيرورته أمرا آخر. قرأ أنا العبارة، هذه العبارة. قال وينبغي أن يكون مكروها، ينبغي أن يكون مكروها لكونه سببا لتحصيل المعصية، وهو قول الصاحبين. الصاحبان قال لا يجوز، الصاحبان يعني هنا الشيخ علي رحمه الله كأنه لم يرد، ما أراد أن يخرج عن قول سيد أبي حنيفة. ليه؟ قال لعله رأى أن الصواب مع قول سيد أبي حنيفة ولم يرد أن يخرج عنه، فماذا قال؟ وينبغي أن يكون مكروه، يعني قول أبي حنيفة دقيق وصحيح، ولا ينبغي أن يكون أنه صح مع الكراهة التحريمية. ليه؟ لأنه هذا الفعل يعارض قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك هذه لفتة رائعة من سيدي من الشيخ علي القاري رحمه الله، هو لم يرد أن يخرج عن قول أبي حنيفة لأنه رأى صوابية ودقة كلامه، ولكن لا بد أن يكون فيه كراهة لنص آخر مع كونه صحيحا. هذا ما فهمته يعني من فعل الشيخ علي رحمه الله، لأن الشيخ علي ما شاء الله يعني ينتقد ويصرح. قال وينبغي أن يكون مكروها لكونه سببا لتحصيل المعصية ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولذا منعه مالك والشافعي. يعني يا مولانا هو يقول علي خالي رحمه الله يرجح الآن قول الصاحبين أو يفسر قول لا تمام، لا الصاحبان قال لا يجوز، وكأن أنا قلت لك كأنه هو الآن يعني يأخذ بقول أبي حنيفة ولكن يقول ينبغي، يعني كأنه ما أحد قال من العلماء بأن أبا يعني كأن أبا حنيفة لم يصرح بالكراهة وإنما أطلق الصحة، فهو الآن كأنه يعني يوجه فيقول هو صحيح ولكن مكروه، ولكن هو مكروه، أما الصاحبان قالا بعدم الجواز. قال ويحرم على المسلم أخذ دينه، كذلك هذه مسألة هامة الآن ذكرها الشيخ علي، ندقق فيها أحبابنا. ويحرم على المسلم أخذ دينه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي. يأتي إنسان فيقول لي، يقول هذا نسمعه كثيرا، يقول اشترى بيتا عن طريق البنك بالربا ثم باعه ووفى ديونه، عليه ديون، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز أن تأخذ هذا المال. أو مثلا إنسان مثلا باع شيئا مغصوبا، غصب سيارة وباعها وسدد ديونه، كذلك لا يجوز. أو اشترى مغصوبا، اشترى، أحيانا الدولة مثلا تصادر أملاك، الدولة تصادر أملاك ثم بعد ذلك تقوم ببيعها، يعني فيشتريها أناس، لا يجوز هذا.
فاشتريته ثم بعته كذلك لا يجوز. حتى أفتى والله لا أذكر الآن واحد شيوخنا، وهذا هو الصواب يعني، هذا هو الصواب. لو أن مثلا الدولة صادرت أملاك معينة قد تكون عروض تجارية، صادرتها مثلا ثم باعتها ثم اشتريتها أنا، هل يجوز لي أن أنتفع؟ لا يجوز لي أن أنتفع به. ماذا أفعل؟ تبحث عن مالكها، تبحث عن مالك هذه العين الذي الدولة قامت بمصادرتها. فأنت الآن إما أن تستحله، إما أن تستحله نعم، وإما أن تردها إليه ويعطيك إلى آخر، لا بد أن ترضيه. له أن يأخذ، انتبهوا أحبابنا، له أن يأخذها منك بدون مقابل، لأنه أخذ عين حقه المغصوب، أنت اشتريت شيئا مغصوبا. نعم، يعني حتى عندنا في الشام قامت الدولة باستملاك، بيسموها استملاك، استملكوا أرضا وجعلوها مقبرة، استملكت أرض مثلا تساوي قيمتها مثلا على فرض مثلا مليون دولار، أرض أخذتها من شخص من صاحبها ب10,000 دولار، هذا يسمى استملاك عندنا، يعني أرض قيمتها مليون تؤخذ منه ب10,000 من أجل أن تجعلها مقبرة، ثم بعد ذلك تبيع هذه الأرض كقبور وتبيعها كذلك بأكثر من مليون حسب إيش التوزيع والتقسيم. فأحد الأشخاص ما عرف بذلك صراحة، اشترى قبرين أو ثلاثة، سأل بعد ذلك فأجبناه بأنه حرام، لا يجوز الشراء، هذه أرض مغصوبة. ماذا أفعل؟ قلنا له ارجع إلى صاحب الأرض وعليك بأن تسترضيه. أين؟ أن تسترضيه. ذهب إلى صاحب الأرض وطلب منه الرضا، فقال والله لا أرضى ولا أسامح أي إنسان أخذ من هذه الأرض ولو ذرة غبار، لن أسامحه أبدا. فإذا هو قلبه محروق محترق على أرضه هذا، فلا يجوز، هذه أرض مغصوبة لا يجوز الدفن فيها، يحرم، ويحرم الصلاة كذلك فيها، ويحرم وطؤها، ويحرم دخولها إلى غير ذلك، لأنها أرض مغصوبة. فالمهم كذلك لو أنا اشتريت هذه الأرض القبر وبعته وسددت منه الديون كذلك لا يجوز. فهذا الآن الشيخ سيذكر المسألة الآن، هي أصل تتفرع عنها مسائل كثيرة. سيدي عندي سؤال. تفضل. وإن اشترى البيت من البنك، هذا يحصل هنا كثيرا، فلا يستطيع تسديد البنك المبلغ فيأخذ البيت، فهل يصح لواحد آخر أن يشتريه من البنك؟ أو الأصل لا يجوز مولانا، يعني الآن هذا البيت مولانا، يعني الآن لما اشتراه أول شيء أخذوه منه، هذا فيه غصب، فلا يجوز هذا الفعل. بسمعت شيخنا، السلام عليكم. دقيقة أحبابنا، المقصد أحبابنا، المال الحرام، المال الخبيث لا يجوز لك أن تأخذه مقابل حقك، المال الخبيث لا يجوز لك أن تأخذه مقابل حقك. هل احنا نلاحظ أحيانا في بعض البنوك المسمى بالبنوك الإسلامية يأخذون، مثلا إنسان اشترى عقار وعجز بعد ذلك عن تسديد ثمنه، نعم، يأخذون هذا العقار منه ويبيعونه ويأخذون ديونهم ويعيدون له الباقي. بعضهم يفعل، يأخذ منه رهنا، يرهن مبلغ من المال ويشتري هذا البيت، فلما كل شهر يعجز يأخذون من الرهن مقابل القسط الشهري. أما أن يأخذ البيت كله وبعد ذلك لا يعطونه شيئا فهذا حرام، لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. فالمال الحرام لا يجوز لك أن تسدد به ديونا. فهمت شيخنا؟ تفضل. نعم. مسألة توبيه الإمام علي في مسألة بيع العصير والخمر. حضرتك قلت إن هو إيه إيه؟ من عليه. من؟ بيع الخمر. الشيخ نعم، تفضل. نعم. عصير العنب يا مولانا. الإمام علي قال إن القول الإمام أبي حنيفة صحيح، ولكن كان يجب أن يقال مثلا مع الكواه، الكواه هنا تنزيهية ولا تحريمية؟ لا طبعا الكراهة التحريمية، القاعدة عندنا إذا أطلقت الكراهة يعني تحريمية وليست تنزيهية. إذا أطلق بناء على كده يا مولانا إن هو كمان أفسد قول الإمام، يعني هو بيقول إن الإمام لا يجوز إن هو يقول بهذا القول، لما قال هو يجب أن يقول كراهة تحريمية. لا انتبه يا أخي، صح صاحبي. لا لا انتبه يا أخي، لا مو هيك هو يعني أن يرد قول الإمام، هو رد قول الإمام. لا ما لا لم يرده يا أخي، ما رده، لا ما رده، ما رد قول الإمام. الفعل صحيح، يعني كما تقول مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولكنها مكروهة تحريما، فالبيع صحيح وليس باطلا ولكنه مكروه. كيف؟ طيب كما تريد. قال ويحرم على المسلم أخذ دينه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي، ويحرم على المسلم أخذ دينه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي، لأن بيع المسلم الخمر باطل، إذ لا قيمة للخمر في حق المسلمين، فلم ينعقد البيع، وإذا لم ينعقد لم يجب الثمن فلم يملكه، ولا يحل لرب الدين أخذه، أخذ هذا المال، لأن هذا المال بالأصل لم يملكه صاحبه، مال خبيث. وأما بيع الذمي الخمرة فصحيح، لذلك قالوا الحيلة في ذلك لو أنه إنسان مثلا مسلم عنده، كان مثلا غير مسلم والآن أسلم وعنده خمر، هو لا يريد أن يريقه، قال يوكل ببيعه ذميا، يوكل ذميا، فإذا باعه الذمي، باعه الذمي يصح، يصح بيعه، هكذا قال بعض فقهائنا. قال وأما بيع الذمي الخمر فصحيح، لأنها مال في حقه فيملك الثمن فيصح أخذه. قال وكره استخدام الخصي. نعم. سؤال، يعني في رأس السنة يعني الناس التجارون يفعلون الأشياء المباحة لرأس السنة، يعني يبيع مثلا الدجاجات والأشياء الحلوات، يعني يزين يعني لشراء أو لبيع هذه الأشياء لمن يحتفلون برأس السنة خاصة لهم، هل يجوز فعل هذا مولانا؟ هذا السؤال لا علاقة له بدرسنا، أنا سأجيبك. المنصوص عليه في كتبنا، المنصوص عليه في كتبنا أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل في أعياد غير المسلمين ما لم يكن من عادته، ما لم يكن من عادته. يعني أنا بائع حلويات، أنا من عادتي أن أبيع الجاتو التورتة، أبيع الحلويات، من عادتي أنا بائع حلويات، أي نعم. ففي هذا اليوم جاء غير المسلمين، كعادتي أفتح دكاني وأضع الحلوى أبيعها، فجاءوا واشتروا من عندي، ما في أي مشكلة. ولكن المشكلة أين تكمن؟ عندما أصنع لهم حلويات خاصة لهم، حلويات خاصة لهم، إيه نعم، قالوا هذا نوع مشاركة لهم بأفراحهم بأعيادهم، وهذا لا يجوز. شكرا مولانا. الله يبارك فيك. فما أنا أن أفعل ما هو عادة لي، أنا معتاد كل يوم أو مثلا كل يوم خميس وجمعة أن آتي إلى بيتي وأحضر مثلا حلويات، أحضر فاكهة إلى آخره، وأجلس مع زوجتي وأولادي كل خميس وجمعة، فصادف أن هذا الخميس
صادف هذا الخميس أنه يناسب يوم عيد عند غير المسلمين، فهل أمتنع؟ قال لا تمتنع، ولكن إن امتنعت عن ذلك فهو أفضل، إن امتنعت فهو أنزه، ولكن لا يجب عليك لأنك أنت فعلت ما هو معتاد، ما هو عادة لك، أنت لم تخصص هذا لتحتفل معهم. ذكرون يا مولانا الفرق بين العيد الديني الذي يكون له ارتباط بعقيدة وبين ما يكون عادة من العادات. هلأ الأصل أحبابنا، الأصل أن علماءنا قالوا، لا يجوز أن نفعل شيئا من الأشياء التي صارت هي شعيرة أو علامة على أهل الكفر. فإذا كان عبادة أو عادة، فهو خصيصة من خصائصهم، شعار من شعائرهم، يعني لما هم من عادتهم، أن يحتفلوا بكذا، من عاداتهم هم. فأنا إذا احتفلت فمن رآني ظنني منهم، كثرت سوادهم، وهذا مذكور. مثل الكريسماس يا مولانا في 25 ديسمبر. نعم. لكن لو كان في 1 يناير بداية السنة الميلادية، هل وصل من خصائصهم الدينية؟ أنا قلت لك سيدي، ليس المراد من الخصائص الدينية، يعني هذا من شعائرهم، أنهم يحتفلون باليوم الفلاني من كل سنة. فأنا عندما أفعل ذلك، يعني هذا من عاداتهم، هذا من أعرافهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم، فلما يكون هذا من عاداتهم، من عرفهم، من خصائصهم، فلا يجوز لي أن أفعله. والله تعالى أعلم. الله يبارك فيكم. أنا في هذه المسألة، سبحان الله، هذه المسألة الأمير ليس للتشدد، بل هو للانضباط في هذه المسألة. ويعني الأحناف في هذه المسألة، أنا المشكلة لا أذكر المصادر التي كنت قديما قد حققت المسألة وكتبت أقوال العلماء فيها قبل أن آتي إلى مصر، والنصوص موجودة، ولكن سبحان الله بقيت وآفة العلم أن يكون في السطور وأن لا يكون في الصدور، صراحة هذا آفة العلم، من آفة العلم. فمنصوص عليه في كتب مذهبنا مولانا أن ما كان من أعرافهم وكان من عاداتهم لا يجوز لنا أن نفعله، لأن هذا فيه تكثيرا لسوادهم. والله تعالى على الله يبارك فيكم. قال: وكره استخدام الخصي لأن في استخدامه حثا على هذا الصنع الحرام، وكره إقراض بقال شيئا يأخذ منه ما شاء. إيه نعم. الأصل نعم، يا إنجاك. ما فهمت استخدام الخصي. الخصي هو الذي تقطع خصيته، استخدامه في البيت، يعني أشتري عبدا خصيا أستخدمه في بيتي في شؤوني الخاصة، لأن هذا الخصي لا يستطيع الجماع، أستخدمه في أشيائي الخاصة، فيكره لنا أن نشتريه ونستخدمه، لأن إذا ما نشتريه ونأخذه نحن يصبح عليه طلب، فيقوم أصحاب العبيد بقطع بخصي عبيدهم، وهذا فيه مثلة وفيه إيلام. قال: وكره إقراض بقال. الأصل في البقال، الأصل هذا نص عليه علماء اللغة، البقال هو الذي يبيع الأطعمة. نعم. وقال البقال كلمة عامية، والصحيح أنها بدال، وليس البقال. قال: إقراض بقال، وكره إقراض بقال شيئا يأخذ منه ما شاء،
لأنه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إياه، وقد شرط المقرض، يعني أنا عندما أقرض البقال هذا المال شرطت أن آخذ من البقال ما أريد من أطعمة حالا، يعني كل ما احتجت أدخل إليه، أنا سأقرضك الآن 100 درهم، ولكن بشرط أنا كلما أحتاج شيئا آتي وآخذ منك، آخذ من الدكان ما شئت من طعام وشراب. نعم. قال وله في ذلك نفع، فيصير فيه معنى القرض الذي جر نفعا وهو منهي عنه. قال وإن أودعه إياه، وهذا يفعله بعض الناس، آخذ مثلا أنا آخذ بالشهر مثلا 5000، آخذ 2000 وأضع وأجعلهم عند الخضر، بائع الخضروات، أقول له أنا في طيلة الشهر أمر إلى عندك آخذ برتقال، تفاح، طماطم إلى آخره بهذه 2000، هذه وديعة عندك، أنا أستجر آخذ بهذه 2000 فقط، فإذا انتهت 2000 قل لي انتهت وديعتك كي لا آخذ فوقها. ما الحكم هذا؟ جائز، هذا الحكم جائز، ولكن إنهاء هذا المال الذي أنت أودعته عنده عند الخضر البائع الخضروات أو عند البقال، إن سرق منه، إن ضاع، إن تلف، لا يضمن، لأنه أمانة، لا يضمن، يعني أنت وضعت له هذا، أخذ هذا المال منك فوضعه في الدرج، وبعد ساعة جاء لص وأخذ المال كله، هو لا يضمن هذه، أنه وضع هذا الألف في ماله. نعم. لذلك قال وإن أودعه إياه ثم أخذ منه ما شاء مفرقا، قال لا يكره، ولكن بهذا الشرط، إن ضاع فلا شيء عليه. ليه؟ لأن الوديعة أمانة. قال وكره ال... نعم، إذا لم يفرط في حفظها. طبعا مولانا، قلت لك وضعها مع ماله، أنا قلت أخذ الفلوس ووضعها في الدرج مع ماله، فسرق ماله وهذه الأمانة، لا يضمن. طيب سيدي، هناك عبارة ليست واضحة في المدخول، وقد شرط أن يأخذ منه ما يريد حالا، هكذا مرتين مكررة، يعني في كل في يعني أن يأخذ منه ما يريد. إيه نعم، يعني كل ما احتاج شيئا يأخذ مباشرة، أقصد أنها مكررة حالا. إيه نعم، يعني في كل زمان، يعني في كل وقت، يعني كل ما أراد يأخذ. فهي مكررة مرتين. نعم سيدي، نعم. تمام، جزاك الله يبارك فيك. قال وكره اللعب بالنرد إجماعا، كره اللعب بالنرد إجماعا. نعم. لذلك قال في البحار اللعب بالنرد مبطل للعدالة مطلقا، اللعب بالنرد مبطل للعدالة مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء كان على فلوس أو كان بالمجان لمجرد له، فاللعب بالنرد معروف، النرد إيه نعم، اللعب فيه إيه نعم، مبطلون إيه نعم، للنرد للعدالة إيه نعم. ليه؟ قال لأنه انعقد الإجماع على حرمة اللعب به، فيكون مبطلا للعدالة. قال وكره اللعب بالنرد إجماعا، والشطرنج، اللعب كذلك بالشطرنج فيه كراهة، وسيأتي تفصيل كلام، وفيه خلاف يأتي. قال وكره الغناء وهي الممدودة، الغناء بالهمزة يعني، وليس الغناء المقصورة بالألف، بمعنى التغني بالأنغام الموسيقية ونحوها، وكل لهو
أي لعب مشغل عن الفرض. إذن المكروه كل لهو، اللهو مكروه إذا كان يشغل عن الفرض. نعم، يشغل عن الفرض ولو كان يشغلك عن أداء الفرض في وقته المستحب. يعني ذاك الذي يجلس ويلعب مثلا باللعب الإلكترونية على الجوال أو على الكمبيوتر أو يجلس، هذا اللهو كله يكون مكروها تحريما إذا شغلك عن أداء الفرض ولو في وقته المستحب، ولو في وقته المستحب، فيكون هذا اللهو مكروها. أما النرد فلما أخرجه أحمد ومسلم. مولانا بعد إذن حضرتك. تفضل يا سيدي. قوله بالأنغام الموسيقية هذا قيد؟ سيأتي معنا الآن، أظن سيذكر الآن شيخا شيئا الشيخ سيذكر الآن شيئا، سيذكر الآن تفصيل. هل عندنا الغناء هنا لابد أن نفرق فيه. الغناء يأخذ حكمه من الكلمات التي تغنى، من الكلمات التي تغنى، إيه نعم، ومن كونه لا يشغلك عن فرض. فمثلا الآن العرف عندنا يفرق بين ما كان فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح للذات الإلهية لله جل وعلا، أو فيه مثلا حكمة وموعظة، يسمى عندنا في العرف إنشادا، يسمى إنشاد ولا يسمى غناء. وصارت كلمة الغناء خاصة بتلك الكلمات المحرمة التي فيها حديث عن النساء وغير ذلك، ومقرونة بالموسيقى، مقرونة بالموسيقى. هذا في عرفنا الآن، هذا في العرف تقريبا قبل التسعينات. الآن من التسعينات فما فوق أدخل بعض الناس والوزر في أعناقهم، هذه من السنن الباطلة، أدخلوا الموسيقى إلى الإنشاد، وإلا كان الإنشاد خاليا تماما. أنا عندي الآن موجود على النت أناشيد مثلا لأبي الجود عندنا في الشام، أناشيد كلها لا موسيقى فيها، كل الإنشاد كان خاليا من الموسيقى، إلى أن سبحان الله ما من يعني الشيطان هيأ أناسا وأدخلوا هذه الموسيقى في الأناشيد. فالآن صارت الموسيقى الإنشاد مخلوطا بهذه الموسيقى. والموسيقى بالأصل الخاصة الآلات الوترية والهوائية هذه لا يجوز السماع لها، لا يجوز السماع لها. ولكن بعض المعاصرين، وهو حسن هذا الكلام، وإن كنت والله أنا لا أرضاه، ولكنه حسن في يعني فيه رخصة، أن هنا لابد أن نميز في هذه الموسيقى بين الموسيقى الصاخبة التي هي صارت شعارا على أولئك الفساق والضلال، أو نوع الموسيقى، نوع الموسيقى هو ما يستخدمه أولئك الفساق والضلال في أغانيهم، فهذا هو المحرم. أما النوع الآخر من الموسيقى الذي يستخدم مع الكلمات الإنشادية الإرشادية، نعم، فإذا كان نوعا خفيفا لا مانع منه، لا مانع منه. ولعل سبب هذه الفتوى يعني اضطر إليها لما انتشر موضوع الموسيقى وإدخالها بالإنشاد، إدخالها بالإنشاد. نعم، أنا الفقير لا أستمع لها صراحة، ولا أحب أن أستمع لها، ولكن وفعلي ليس حجة، وفعلي ليس حجة. نعم، ولكن أحيانا الإنسان لما تكون جالس في مكان، جالس في مكان ويوضع فيه إنشاد مقرونا بموسيقى غير صاخبة، يعني يجد نفسه مضطرا للسكوت وعدم الإنكار، يجد نفسه مضطرا.
للسكون. أما لما أدخل مكان يكون فيه غناء لا أجلس حتى يطفأ المسجل، لا أجلس أبدا قطعا قولا، وهذا منكر، منكر متفق عليه تماما. يعني هذا تخصيص. نعم. أما قلت لك موضوع الضرورة، يعني موضوع، يعني من أيام والله كنت أحاول ابنتي في هذه المسألة، جالسة تجد يعني هي تنشد أنشودة جميلة جدا، يعني تتحدث عن، حتى أنا قلت لها، قلت لها أنشدي أمامي تلك الأنشودة التي كنت تنشديها، تتحدث عن سواد لما كشف عن بطن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. فقلت لها بابا يعني أنشدي هذه الأنشودة، فصارت تنشدها أمامي وأنا مسرور بها تماما، هي تنشدها أمامي يعني، فسررت بها يعني. فانتقل إلى أنشودة أخرى وهي جميلة تمام، فأنشدت أمامي أكثر من أنشودة وأنا جالس أستمع لها. نعم، وهي مسرورة أنني أستمع لها. فبعد فترة سمعتها تسمع انشد فيها شيء من الموسيقى، قلتها ما هذا، ماذا تسمعين؟ قال تلك الانشودة التي كنت انشدها لك من ايام. قلت هذه من تلك؟ فقلت لا حول ولا قوة الا بالله، يعني تحمل النشيدة فيها معاني جميلة جدا، مدح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلمات رائعة جدا، ولكن مخلوطة بشيء من الموسيقى. فوقعت صراحة في حيرة من أمري تماما، أنا الفقير أرفض تماما موضوع الموسيقى. فما اضطررت للسكوت، يعني ماذا ما عندي بديل صراحة، ما عندي بديل. وفعلي ليس حجة، فعلي كما قلت ليس حجة، أسأل الله أن يغفر لي تقصيري في هذا، ولكن ماذا أفعل؟ يعني هذه في الكلمات انشودة جميلة، ولكن خالطها شيء من النغم والموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يبدل الحال بما هو. هل هناك كتاب، أنا قرأته، كتاب جميل للدكتور القرضاوي في أحكام الموسيقى والغناء، كتاب أظن يتجاوز 200 صحيفة، ذكر أحكام الموسيقى والغناء في الواقع، ذكرها بدقة وبحث وتفصيل، وكان منصفا في عرض المسألة، في عرض المسائل. نعم، وذكر أقوال العلماء واستدلالات العلماء، ثم بعد ذلك رجح ما هو يراه مناسبا، وله يعني هو هذا شأنه أن يرجح ما يريد أن يرجحه، ولكن بحث المسألة بحثا تفصيليا. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، أنا قرأته فانتفعت به. نعم، موجود هو PDF على النت، على كل تستطيعون الحصول عليه. سيدي، هل المكروهات هنا على الكراهة التحريمية؟ طبعا هنا الآن وكره اللعب بالنرد، طبعا هذا حرام، وكره سنتحدث الآن عن الشطرنج، اللعب بالشطرنج بأنه حرام. نعم، ولا يعمل بقول أبي يوسف مكروه تحريما يعني، ولا يفتى بقول أبي يوسف على القول بأنه أبا أجازه، سيأتي التفصيل في هذه المسألة. الغناء مكروه تحريما، سيأتي تفصيل، أو الآن يعني أجمل سيفصل الآن الشيخ علي رحمه الله. قال أما النرد فلما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. نردشير، قالوا الشير اسم ملك، الشير اسم ملك، ملك وضع له هذا النرد فسمي نرد شير. نعم، أو بالنردشير، هكذا قال، وقيل غير ذلك. إذا من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ومطلقا، هلا في بعض اللعب أطفال يضعون فيها هذا النرد، بسموه عنا بالشام الزهر المكعب، لعب أطفال
إيه نعم، لعب أطفال، فهذا اللعب فيه مطلقا لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز سواء كان على مال أو لم يكن على مال. إيه نعم، لا يجوز اللعب فيه لا لأطفال ولا لغيرهم، لا لأطفال ولا لغيرهم. بل قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال: وليس فيه ذكر الشطرنج الذي ذكره في الهداية، يعني كأنه صاحب الهداية ذكر في هذا الحديث كذلك من لعب بالنردشير والشطرنج. وروى مالك وأحمد وابن ماجه بلفظ: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وأما الشطرنج، الآن انتهى الكلام عن النرد، وذكرت قبل قليل قول في البحر أن اللعب بالنرد مبطل مسقط للعدالة بالاتفاق ومطلقا، فالذي يلعب بالنرد ساقط العدالة، يعني لا تقبل له شهادة في المحكم في المحاكم عند القاضي الشرعي، لا تقبل له هنا عدالة، يعني هو ساقط العدالة، ولا تقبل له عنه رواية الأحاديث والأخبار، ساقط العدالة، هذا غير عدل. سيدي، ما الحكمة وراء ذلك؟ أي حكمة؟ أي وراء أي ماذا؟ تحريم اللعب بالنرد والشطرنج. الحكمة من ذلك، أول شيء ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول آمنا وصدقنا. إيه نعم، ولكن اللعب به، يعني الغالب أن اللعب بالنرد، اللعب بالنرد لا يكون إلا على قمار. إيه نعم، مرة من مرات، مرة من مرات، أنا أقول لك ولعلي ذكرت هذا سابقا، كنت في جلسة مع العائلة، العائلة يعني أقاربي، وكان عددنا لا بأس به، عددا كبيرا يعني، فجلس الكبار كبار السن وجلس الشباب لوحدهم. إيه نعم، فكنت جالسا مع الكبار نتكلم، فقال لي أحد الجالسين: شيخ، ما هو حكم اللعب بالشدة، الورق يعني، الورق، اللعب بالورق نسميه عندنا شدة، ما هو حكم اللعب بها؟ فسبحان الله، نظرت فإذا بالشباب يلعبون بها، يلعبون بهذه الأوراق. إيه نعم، فقلت له: بعد دقيقتين إن شاء الله يأتيك الجواب، بعد دقيقتين يأتيك الجواب. فقال: أنا الآن أريد، سيأتيك الجواب، انتظر سيأتيك الجواب. والله ما مضى خمس دقائق إلا وسمعنا الصراخ، وكل منهما يسب ويشتم أبا الآخر وأمه. فقلت له: من الذي يسب ومن الذي يسب ومن الذي يشتم ومن الذي يشتم؟ تشتمون أنتم الآن بسبب هذا الورق. فإذا حتى ولو كان اللعب على مزاح أو على لا شيء، ينتج عنه سباب وشتائم وكفريات أحيانا وكلام لا يرضى عنه الشارع، فإذا هو سبب لفسوق وسبب لآثام، فلذلك هو لا يعني لا يجوز الاقتراب منه، لا يجوز اللعب به مطلقا، لأنه وإن كان اللعب على لم يكن على مال، فإنه يؤدي ويسوق ويقود إلى أشياء محرمة، إما أن تكون شتائم. والله أحيانا أنا أعرف أشخاص، والله طلقت نساؤهم، طلقت، يقول له عليه الطلاق أنك فعلت كذا، هو بيكون مفاعل، تطلق زوجته، لكن يلعبون مع بعض لا على مقابل، هو اللعب له فقط، تطلق زوجته من حيث أنه إيه يلعب. فإذا هذا يقود إلى يعني إلى مفاسد، فلذلك هو حرام، والله تعالى أعلم. قالوا: أما الشطرنج فلما أخرجه العقيلي في ضعفائه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه الكوبة؟ ألم أنهى عنها؟ لعن الله من يلعبها. والكوبة النرد. ولما رواه ابن حبان في ضعفائه عن واثرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل في كل يوم
360 نظرة في كل يوم لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه، يعني الشطرنج، إلى من يلعب بالشطرنج. نعم. الشيخ ابن عابدين ذكر كلاما وأنقله لكم الآن، كتبته على هامش الكتاب. يقول عن الشطرنج: فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي. وكذلك قال الشيخ ابن عابدين: قال الشرنبولالي في شرحه، ويقصد أظن والله أعلم في حاشيته على الدرر، وأنت خبير، هكذا يقول الشيخ الشرنبولالي، وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره. نعم. فالشطرنج عندنا كذلك لا يجوز اللعب به. فمنهم من يحتج بقول أبي يوسف، بقول أبي يوسف ويعمى، أو بقول الشافعي أيضا. على كل، من شرط إنكار المنكر كما تعلمون أحبابنا، من شرط إنكار المنكر أن يكون المنكر متفقا على كونه منكرا، يعني ليس بمجرد أن ترى إنسانا يخالفك فيما أنت تعتقده تنكر عليه، لا، انتظر انتظر، اسأله أنت لماذا تعمل هذا الفعل، لماذا؟ يقول لك هذا مباح. من الذي أباحه؟ الإمام الفلاني. انتهى، أنا لا أستطيع أن أنكر عليه، لا أستطيع أن أنكر عليه. وهذا ما ينبغي أن يفهمه الناس. أنا عندما أرى إنسانا مثلا يفعل أمرا ربما فلان المذهب الثاني ينكره، أنا لا يجوز لي أن أنكر عليه أو أن تنكر عليه، كما أنا لا يجوز لي أن أتهمك بالفسق لأنك لا تدين أو لا تعتقد صوابية ما أنا عليه. لو فهم الناس هذا الأمر نعم، لحلت كثير من المشاكل. لما رأيت صداما ولا مخالفة لاتفق الناس كلهم. ولكن للأسف يعني التبديع والتضليل والتفسيق والتكفير شعار لخوارج هذا الزمان. قالوا: أما الغناء فلقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وفسر لهو الحديث يعني بالمغنين، وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة. واستعمال الملاهي يعني المعازف، والله أعلم المراد بها المعازف، محرمة بالاتفاق. قال: وطبل الغزاة، الطبل للجهاد، والدف في العرس، انتبه التقييد، تقييد الشيخ، مستثنى للإذن فيهما شرعا. وسئل أبو يوسف: أيكره الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق؟ قال: لا، فأما الذي يجيء منه الفاحشة كالغناء، فانتبه، يجيء منه الفاحشة كالغناء فإني أكره. فكذلك الآن في زماننا ربما تكون امرأة صوتها جميل وتحسن الضرب على الدف، فتضرب الدف لزوجها وتغني أمامه، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، إذا كان المرأة لزوجها أو المرأة لمثيلاتها من النساء وكانت تنشد، كذلك لا مانع من ذلك. قالوا: أما اللهو فلما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك، يعني التعلم الرمي بالقوس، وتأديبك لفرسك، تأديبك فرسك، وملاعبتك أو عفواً انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، زوجتك يعني،
أو أولادك، تجلس معهم، تلعب معهم، تمازحهم، تسمع منهم، يسمع منك، هذا له، هذا مباح. فإنهن من الحق، فإنهن من الحق. بعض الناس الآن يلهو مع الخلق كلهم ولا يلهو مع زوجته وأولاده، يستمع للناس كلهم ولا يستمع لزوجته ولا لأولاده، وهذا باطل، هذا والله لا يجوز، هذا لا يجوز. إيه نعم، يعني حتى كان بعض أشياخنا لو مضت عليه دقيقة أو دقيقتين أو ساعة ولم يقرأ فيها أو ينتفع بها لتألم ألما شديدا جدا، وكان يحدث الطلاب عن هذا الأمر، فقيل له: مولانا وكيف تفعل مع أهل بيتك؟ قال: آه أهل بيتي، أنا في هكذا. قال هو بعد العشاء لا يستقبل أحدا، ما عنده بعد العشاء لا يستقبل أحدا أبدا، إيه نعم، متفرغ تماما لأهل بيتي. قال: أنا أجلس في البيت بعد العشاء مع زوجتي وأولادي، أضع الكتب، أضع الكتب التي لا تحتاج إلى تركيز شديد، إيه نعم، أضعها على طاولة وأجلس مع زوجتي وأولادي، يكلمونني وأكلمهم لساعة أو ساعتين، ولكن كلامهم لي وكلامي معهم لا يشغلني عن القراءة التي بين يدي، فيسرون بي وأسر بأني لم أضيع وقتي. هذه حكمة أحبابنا، هذه حكمة ينبغي أن نفعلها مع أولادنا ومع نسائنا. يعني لا ينبغي الإنسان أن ينصرف عن أهله بالكلية، والله تعالى أعلم. قال: وفيه دلالة على أن الشطرنج لعب باطل، كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحق. وأباح الشافعي اللعب بالشطرنج إذا لم يكن قمارا، إذا لم يكن قمارا. ما هو القمار أحبابنا؟ القمار المحرم هو التردد، هو ذكرت هذا الكلام لعلي سابقا، هو التردد بين أن تربح أو بين أن تغنم وبين أن تغرم. القمار المحرم هو التردد بين أن تغنم وبين أن تغرم. يعني مثلا مثال من الأمثلة، تقول مثلا في عندنا كيس موضوع في هذا الكيس أوراق، أوراق مكتوب في هذه الأوراق من 1 إلى 1000، من 1 إلى 1000 ورق. أقول لك: تدفع أنت 10 جنيهات، 10 دنانير، 10 دولارات، وتمد يدك في هذا الكيس، إن أخرجت 1000 تأخذ 1000، وإن خرجت ورقة بيضاء لا تأخذ شيئا، وإن خرجت 1 تأخذ درهم. فهذا قمار بين أن تغرم وبين أن تغنم، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. على هذا فقس، هذا كله قمار، كله قمار. إذا القمار المحرم هو التردد بين أن تربح، بين أن تغنم، وبين أن تخسر، وبين أن تغرم، هذا هو القمار المحرم. فأنا ألعب معك الآن، ألعب أي لعبة، أي لعبة، إيه نعم، الذي يربح يأخذ من الآخر 1000، هذا قمار، هذا قمار، إيه نعم. أو نضع مثلا أمامنا هنا نحن 10 أشخاص، 10 أشخاص، كل واحد منا يضع 100 ونضعها أمامنا ونلعب مع بعضنا، الذي يفوز في الآخر يأخذ المال كله، هذا حرام، هذا قمار، هذا قمار. فهذا تعريف القمار إذن الآن، يعني يجعلنا نميز القمار الحرام. يعني إذن هو بين التردد بين أن تغنم أو تغرم. فالشافعي يقول: نعم، كل ما دخل في هذا التعريف فهو قمار، قمار أبدا فهو حرام. كل ما دخل في هذا بين أن تكون مترددا، ما تعرف نفسك تغرم أو تربح، فهذا قمار، هذا قمار. نعم مولانا. نعم، في السوق مثلا في المول لما اشتريت الأشياء أكثر سعرها يعني فوق 50 أو 100 ستعطي لك
فرصة يعني زي القمار مولانا، انتبه. تكتب اسمك. عرفت عرفت سؤالك، سأجيبك. هذا السؤال نفسه أو قريبا منه سئل عنه شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا معه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. عندنا في دمشق يوجد علب مناديل، علب مناديل ورقية، نعم، يضعون في هذه بعض العلاب، يضعون بطاقات أو صور، صورة مثلا غسالة، أخذت أنت علبة المنديل هذا، نعم، فتفتحها وجدت صورة غسالة، تذهب للشركة يعطونك غسالة، مكواة، مشط، قطعة ذهب إلى آخره. ويوجد علب طبعا مناديل خالية ما فيها شيء، إيه نعم، كانت تباع مثلا ب25 ليرة، صارت تباع ب30، أو بقي سعرها على ما هي عليه. فسئل هل يجوز لي أن أشتريها أو لا يجوز لي أن أشتريها؟ قال هنا لابد أن نفصل. أنت قبل وجود هذا العرض هل كنت ممن يشتري هذه المناديل أم كنت تشتري نوعا آخر؟ إن كنت ممن يشتري هذه المناديل فلا بأس بأن تشتري الكمية المعتادة. أنا أستهلك كل أسبوع 3 علب، كنت أنا أشتري كل أسبوع 3 علب، ولكن الآن اشتريت 10 فلا يجوز. واضح؟ أنا من عادتي أشتري كل أسبوع 3 علب، فالآن لما وجد هذا العرض اشتريت 20 و30 طمعا في أن أجد شيئا في العلبة. أنا لا كنت لا أستعمل هذا النوع أبدا، أستعمل نوعا آخر، بالعكس كنت أرفض هذا النوع لرداءته ربما أو لأنه مرتفع الثمن. الآن اشتريته، قال لا يجوز هذا قمار، لا يجوز هذا قمار. وصل الجواب يا شيخ خالد؟ فأنا إذا اشتريت أشياء، أنا مثلا أريد حاجات كاتبين حاطين لائحة، من اشترى أشياء أكثر من 500 فما فوق سيدخل معنا القرعة ليفوز بسيارة مثلا، أنا بحاجة لأشياء ب300 ومن عادتي أن أشتري من هذا المتجر، فاشتريت 500 كي أدخل، هذا لا يجوز، هذا قمار. واضح؟ مولانا إن دخل يعني تصادفا مثلا، يعني عادته يعني أن يشتري فوق 500 ثم دخل في القرعة، ما في مانع، لا مشكلة في ذلك. أنا من عادتي أن أشتري من هذا الدكان، وأنا كل شهر أدخل إليه وأشتري بأكثر فوق 500، أنا أشتري حاجتي منه دائما، هذا عادتي. فلما اشتري فوق 500 أدخل اسمي بالقرعة، لا إشكال في هذا. جاز له أن يأخذ ذلك، هذا ليس قمارا، هذا لأن أنا فعلت ما هو، أنا لم أشتري لآخذ، لم أدفع لآخذ، لم أدخل هذه الدكان لآخذ، أنا اشتريت ما هو عادتي. يعني أنا الآن سأشتري ب1000 ليرة، سواء كان يوجد قرعة أو لا يوجد قرعة، فالأمر سيان بالنسبة لي. فإذا أنا لست مقامرا. أما لما اشتريت أكثر من 500 من أجل أن أكسب، فأنا الآن مغامر، هذه الزيادة التي وضعتها اشتريت أشياء لست بحاجة إليها، فسأكون خاسرا لها، هذا قمار. جزاكم خير مولانا، الله يرضى عليك. قال وأباح الشافعي اللعب بالشطرنج إذا لم يكن قمارا ولا إخلالا بشيء من الواجبات، إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. صارت الساعة 9، وتزكية، أنا تأخرت كثيرا اليوم، قرأنا الوقت ولكن سبحان الله ما قرأنا كمية. معكم يا مولانا، معكم، الله يبارك فيكم، لم نحس بالوقت. الله يكرمكم الله.
قال ولا إخلالا بشيء من الواجبات إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الصعلوكي رئيس أصحاب الشافعي إذا سلمت اليد من الخسران والصلاة من النسيان واللسان من الهذيان من الكلام الباطل أثناء اللعب فهو اللعب بالشطرنج يعني أدب بين الخلان يعني شيء جميل بين الخلان أصدقاء ولو أكثر منه ردت شهادته لو كان يلعب كثيرا بالشطرنج فهو مردود الشهادة يعني ينبغي أن على قول المجيز يعني ينبغي أن يكون بفترات متقطعة وليس من شأنه أن يلعب. وفي المجتبى قول الشافعي رواية عن أبي يوسف ولنا أنه أن اللعب بالشطرنج لهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة غالبا فيكون حراما كالخمر والميسر ولأن قوله كالخمر يعني من باب يعني حرام ليس حرام حرمته كحرمة الخمر لا يعني هو حرام كما أن الخمر حرام ولأن أراد ذلك يعني التهويل من ارتكاب هذا الفعل. وإن كان ذكرنا قبل قليل أن الشيخ ابن عابدين نقل عن الكافي قبل قليل أنه كبيرة قال هو حرام عندنا وكبيرة من الكبائر ذكرنا قبل قليل ذكرت لكم قول الكافي أو قول ابن عابدين عن الكافي رحمه الله قال ولنا أنه طيب قال ولأن فيه معنى النرد والأربعة عشر ما هي الأربعة عشر كذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال اللعب بالأربعة عشر حرام ما هو قال هو قطعة من خشب قطعة من هذا كانت في زمان أنا لا أعرفها قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصن صغار يلعب بها قال ثم إن قامر باللعب بالشطرنج تسقط عدالتهم وإن لم يقامر به وكان متأولا ولم يصده ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم يرى أبو حنيفة رحمه الله بالسلام عليهم على اللاعبين بالشطرنج بأسا لشغلهم عما هم فيه وكرهاه تحقيرا لهم. ويؤيدهما ما روي أن علي رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم فقيل له في ذلك فقال كيف أسلم على قوم يعكفون على أصنام لهم. ذكره العيني ثم قال وكره من سيد جعل الغل في عنق عبده. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.